واجه وزير الداخلية عثمان الغانمي جميع التشكيلات والمديريات إلى ضرورة رفع مستوى الجاهزية حتى يتم تسلم الملف الأمني من وزارة الدفاع. وقال ناطق باسم الوزارة لواء خالد المحنة أن تسلم الملف الأمني داخل المدن من قبل قوات وزارة الداخلية هو أمر طبيعي جدا، إلا أن الظروف التي مر بها العراق استدعت إلى التآزر والتعاون بين وزارتي الداخلية والدفاع، فتولدت فكرة قيادات العمليات التي تجمع مقدرات وتشكيلات الدفاع والداخلية. وأضاف أنه باستتباب الوضع الأمني وتغير تلك الظروف أصبحت من الضرورة إعادة مسؤولية الملف الأمني إلى جهات مختصة.